السلام عليكم، تحياتي إلى متتبعي قناتي من داخل وخارج الوطن. اليوم أخواتي عنا وصفة حلوة اللي هي المشوك. ها هي المقادير، عنا ضايع بيض، وهنا عنا الصفار، هنا عنا بيضة كاملة وصفار، وهنا كاين زيت دو سيترون مبشور ليمون، كاين قرصة ملح، كاين فاني، كاين زوج معالق سكر، كاين 125 غرام زبدة مارغرين، هذا كاوكاو مطحون كونكاسي، هذا عصير ليمون، هنا عندنا زوج هذي عسل بيض خفيف، هو اللي ندخلو فيه هاد الحبات، وكاين هذا اللي نديرو في المرحلة الزوجة. عندنا فرينة باش نلمو، وعندنا هذا حبة كاوكاو باش نزينو، وهذا الطابع اللي نطلعو بيه. واحد، زوج، مبشور الليمون، وهذا الماء العصير. هذا علاه درنا على بال البيض باش ما يطلقش الريحه، وعلى بال هذا الكاوكاو اللي ما نجمش الليده نتاع الكاوكاو. هذا نص طاكي خميرة الحلويات هنا، العصير، الصفار، نص باكي تاع 250 تاع 250، هذه 125، هاهي نزيج هادو كاع مع بعض، نزيدو الفرينة حتى تلم لينا العجينة. نزيدو الفرينة، هذا القوام نتاعها، نخليوها ترتاح 10 دقائق من بعد نشكلوها. نكوّر هاد الكويرات كل مقاس واحد كيما هاك، منكبروش، ريحة القارص راها هاديك ريحة البيض كاع مولاتش تطلق، راها غير ريحة القارص مع المبشور. كاين اللي ما يبغيش ريحة البيض، أما لي عليه بهاد ال هاد الزيت دو سيترون مع ال مع الجي. هاهي الحبة تاع نشوك بشكل آخر، وب دي زاستيس ثاني وحده اخرى، كاين اللي ياكله ويجي ثقيل ما ينجملاش، الوغ حنا درنا له الزاست مع مع الجي دو سيترون، ونقصنا السكر. نديرو لها هكا كاوكاو، شديها بالفرشيطة كيما هكا بالفرشيطة، وديري لها هادي هادي مادا بيك خلي لها القشرة باش تعطيها طابع زين، تعطيها منظر. ها ما هذا ابيض، هذه حمراء، شوفي حال مشوك. مدت لي 16 حبه المقادير اللي عطيتها لكم، الكاوكاو نسموه مشوك منه واليه، يعني كل شيء في بعضه، ما كانش هذيك الحلوى وهذاك الزواق الاخر ولا اللي فروي كونفي ولا لا، منه واليه مشوك، منه واليه يعني عنده ثلاثه تاع
الكوكون نخدمو بيه على 3 مراحل، لداخل نغلفو ونزينو، ها 3 ندي نطيبهم بعد نتلاقو في صحن تقديم. تبعي المقادير توصل لهاد الوصفة، ها 16 حبة. نطيبو على نار قليلة، هيا ومنين يتشقق ندخلو في العسل هذاك الخفيف، هاد العسل هذا الخفيف هذا يدخل مليح في الحبة. من بعد نغلفوه بهذا بالتقيل، المرحلة الزوجة نغلفوه بهذا. هيا من بعد نتلاقو كي نطيبه. ها هو راه يطيب، ها هو الان اخواتي هاكي خرج داير. نديرو شويه هنايا في العسيله الاولى شويه فاني، ها هي باش تروح لينا الريحه. نديروش ما زهر، نديرو لا فاني، ها هي. ندخل هاد الحبات هنا نخلوهم مده في هنا هاك، نغسلوهم مليح، نخلو بضع ثواني هاكا باش يدخل ليهم العسل مليح. دوك نغسلهم ونكمل ونوريكم. من بعد يقطرو نعاودو نردوهم هنا، ها بعد نردوهم في هذا تقيل هذا باش تخرج الحبة مغلفة غاية بالعسل. ها نغسلهم على 2 خطرات، ها هي الأخرى، ها هي. نكمل من عند هاد العسل اخواتي كيبقى لكم صفوه واستغلوه في حاجه واحده اخرى. كي هاد الابيض صفيه من هذا الكاوكاو، كي هاد الاحمر من بعد استعمليه في حاجه واحده اخرى صفيه. ما تنسوش الاشتراك، ديروا لنا كومونتير.